المرجو من السادة المسافرين على متن الرحلة رقم 326 التوجه إلى البوابة رقم 12 استعدادا لركوب الطائرة. أسعد الله أوقاتكم، أهلا وسهلا بكم في قناة The Solitaire 369. سأتحدث في هذا الفيديو عن توكيدات السفر. ردد التالي بأي عدد لمدة 21 يوما أو لمدة 40 يوما. أنا أتقبل كل الأفكار السلبية والمعتقدات السلبية والبرمجيات السلبية والمخاوف عن السفر، وأنوي أن أتحرر منها الآن وإلى الأبد. أنوي وأسمح أن أجذب السفر للبلد، واذكر اسم البلد بسهولة ويسر وبأفضل الاحتمالات، وبإمكانكم ذكر اسم أكثر من بلد. أنا أستحق السفر للبلد، واذكر اسم البلد. ذبذباتي متوافقة مع ذبذبات السفر. أشبك طاقتي مع الطاقة الإيجابية للسفر السياحي لكل بلدان العالم بسهولة ويسر وبأفضل الاحتمالات. ممتنة لله لتسخير الطائرات لنا لسهولة الانتقال، وممتنة لسفري لجميع بلدان العالم بسهولة ويسر. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل ما هو جديد. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.